ميرسي قوي قوي ان انتوا كلكم جيتوا، وانا مش هتكلم كتير يعني، هقول بس دقيقتين يعني ثلاثه على الكتاب. كله سامع كده؟ الكتاب ده انا ما عملتوش لوحدي، او يعني انا عملته لوحدي بس الصور اللي فيه مش كلها بتاعتي. في احنا 36 مصور في الكتاب، وانا مبسوطه قوي قوي ان في مصورين من الكتاب هنا، رانيا حلمي واحمد عوني، وفي كمان يعني احنا في الثوره كان عندنا الراجل اللي ورا عمر سليمان، والكتاب ده عنده الراجل اللي على الغلاف، فالراجل اللي على الغلاف هو معانا خالد. اتقابلنا بالصدفه واحد من المصورين في ميدان التحرير في الاعتصام بتاع 8 يوليو قبله، وقال له ايه ده انت عارف ان انت اتصورت على غلاف كتاب؟ فقال لا ما عنديش فكره. فتاني يوم اتقابله برضه في الاعتصام وجاب له كتاب وقلت له كلمني، قلت له هات الموبايل، فعرفنا نلاقي خالد. لكن فكره الكتاب جت ان انا كنت يعني بنزل التحرير كتير الحقيقه، ابتديت يوم 29 يناير وانبهرت باليوفط اللي الناس كانت شايلاها. اتأثرت قوي قوي، لقيت ان هي يعني الناس عماله تطلع من جواها معاني قويه قوي، ومعاني يعني مليانه احاسيس، مليانه بلاغه وصدق واخلاص وغضب وحزن وتريقه في نفس الوقت يعني. لكن في الاول طبعا ال 29 كانت مشاعر كلها كده يعني، مش معظمها غضب يعني، وحيره وحسره وزعل على الناس اللي ماتوا. فأول مرة دخلت الميدان في ناس كتير هنا سمعتني بقول الكلام ده قبل كده، بس فمعلش لو تسمعوا تاني مرة. لكن أول ما دخلت الميدان أول مرة يوم 29 لقيت واحد ماسك يافطة وواقف قدام هدوء والسكينة والسكينة، واليافطة بتقول أنا كنت بخاف وبقيت مصري. واتأثرت قوي بالجملة دي، قلت يا خبر أبيض، هي الناس واقفة في الميدان ماسكة يافطة واليافطة دي بتقول الحاجات الفظيعة دي، ده إيه ده؟ واحنا دلوقتي اتعودنا ارفع راسك فوق انت مصري وكده، لكن في الاول ما فيش حاجه اسمها انا كنت بخاف وبقيت مصري. يعني احنا بنمشي جنب الحيط وما بنتكلمش، ولما بنسافر بنتبهدل وما بنعرفش ناخد فيزات، يعني حاجه تانية خالص يعني. فصورت الراجل ده وبقيت بمشي في ميدان كتير قوي بصور. انا عارفه انت يا رانيا وانت يا احمد واي مصور تاني في الكتاب كان بيعمل بالظبط زي، كان بيلف وياخد يعني عشرات او مئات من الصور. بعد التناحي قعدت اتفرج على الصور بتاعتي، كان عندي مئات من الصور، وقعدت اقول خبر اليوفط دي معبره بشكل، وانا كنت ركزت في تصويري على اليوفط بالذات، لان حسيت ان هي حرام تضيع يعني، حرام المشاعر دي كلها للناس عبرت بيها على اليوفط، انها يعني واحد يبقى ماشي في الميدان شايل اليافطه وبعدين هو مروح بقى خلاص يرميها او يشيلها في الدولاب او خلاص يعني. فقلت لا يعني لازم اليوفر دي والمعاني دي والمشاعر دي نحاول نحافظ عليها. فقعدت اقول حق حد يعمل كتاب، حق حد يعمل كتاب، حد يعني يعمل كتاب، المفروض حد يعمل كتاب. وفي الاخر زهقت الجمله دي يعني، زهقت ان انا يعني من صوتي يعني. فقلت بعمل كتاب يعني ما اعرفش يعني، لازم دول يعني يتدونوا ويتوثقوا بطريقه يعني. فابتديت اكلم ناس بيعملوا كتب، و يعني اتصلت بالجامعه الامريكيه قلت لهم يعني لو انا عملت كتاب وانا عندي صور كتير يعني طيب نبقى نشوف يعني. ف في نفس الوقت كنت بقعد على النت كتير وبشوف صور كتير قوي بقى على فيسبوك، و بشوف صور كتير قوي على فيسبوك وعلى فليكر. و وواحد صاحبنا اسمه عمرو سليمان، وقتها ما كنتش اعرفه كويس، حط حاجه على فيسبوك شوفوا الفليكر سيت بتاعي. رحت الفليكر بصيت على الصور بتاعته، لقيت ايه ده عمرو بيصور حاجات هايله، هو هاوي زيي مش محترف. احنا بالمناسبه معظم الناس اللي في المصورين في الكتاب مش محترفين، وحاطط صور برضه ناس كتير شايله يافط. فاتصلت بيه قلت له يا عمري لو انا عملت كتاب وعلى اليوفط تديني صورة؟ لا طبعا خدي اللي انت عايزاه. فابتديت كمان الواحد لما بيبص على فليكر الناس بتحط تاجز على الصور، بيبقى مكتوب مثلا this is part of a set بتوع عمرو سليمان، بس it's also part of a set حاجة اسمها مثلا ثورة أو ريفولوشن أو. فبقيت ببص في السيتس الثانية قلت ايه الريفولوشن ده عبارة عن ايه؟ لقيت الريفولوشن ده فيه مثلا 8000 صورة.
بقعد ابص في الصور دي. فما علينا، مش هضايقكم الزهق يعني، بس شفت في النهايه يعني بين 7000 و9000 صوره، وكنت يعني كنت حاطه كرايتيريا في ذهني ايه الصور اللي لازم تبقى اللي بتعبر عن الميدان، وصور اللي بتمثل معظم اليوفط اللي كانت في الميدان. فكان في يوفط حزينه، في يوفط غاضبه، في يوفط مليانه عزيمه، في يوفط تضحك، في يوفط تريقه. فكنت بحاول وانا ببص وافنط في مخي واقول طب انا عندي عزيمه دلوقتي، بدور بحب اضحك دلوقتي، بدور على كنتاكي دلوقتي، بدور على يعني في حاجات معينه كده لازم تبقى موجوده يعني. وكنت برضه بدور على شخص اللي شايل اليافطه شكله ايه او شكلها ايه، والاكسبرشن في وشهم، واليافطه يعني معموله من ايه، معموله من كرتون، من قماش، من جسم الشخص. في ناس طبعا كتير كانت تكتب على نفسها، على قريتها، على ايديها، على كده. و يعني كمان كنت بحاول اعبر عن رياكتيفيتي او رد فعل الميدان. الميدان كان بيرد على اي حاجه كانت بتحصل. ففي مثلا بعد الخطاب الثاني ناس قعدت تقول حرام وده ابونا وما يصحش وبتاع، على طول تاني يوم لقيت بنت ماسكه كرتونه ومكتوب عليها ازاي تقول ابونا، مش هو اللي قتل ابونا. فالميدان كان كده على طول. فكنت بحاول ادور على كل الحاجات دي، وان يعني يبص على الصور لو كان في الميدان يفتكر جزء من اللي كان في الميدان، واللي ما راحش الميدان يعرف شوية الميدان ده كان عبارة عن ايه. ولو الكتاب ده يساهم شوية في انه يساعدنا ان احنا نفتكر ونحافظ شوية على يعني الجو اللي في الميدان كان عبارة عن ايه، والتضحيات اللي عملتها الناس في الميدان كانت قد ايه كبيرة، يبقى انا ساعتها هكون سعيدة اوي. ده تاني طبعا الكتاب. الكتاب طبعا الاولى خلصت في 3 اسابيع، ودي طبعا تانية. وكل الرويالتيز بتاعت الكتاب يعني انا ما خدتش اي عائد من الكتاب ده، ولا اي حد من المصورين اخدوا اي حاجة من الكتاب، كلهم اتبرعوا بصورهم. والرويالتيز مش عارفه بالعربي يعني ايه رويالتيز، يعني اللي المفروض ناخده على الاقل العائد يعني العائد بتاعنا كمصورين كله بيروح لجمعيه اسمها جمعيه الناديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب. وهم الجمعيه دي من مؤسسيها دكتور عايده سيف الدوله، هي استاذ في عين شمس طب نفسي. والجمعيه دي بتساعد الناس اللي بيكونوا اتعذبوا واخيرا يخرجوا من السجن او من الاقسام، بيبقوا محتاجين تأهيل نفسي او تأهيل جسماني. فكل دخل كده بالنسبه لنا احنا كمصورين بنصرف.